كرم فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية القائد الأعلى للقوات المسلحة شهداء الواجب من منتسبي القوات المسلحة والمقاومة الشعبية وكافة التشكيلات العسكرية بمنحهم وسام الشجاعة الذي تسلمهم وزير الدفاع الفريق الركن محسن الدعري. كما كرم فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية القائد الأعلى للقوات المسلحة شهداء الواجب من منتسبي وزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية بمنحهم وسام الشجاعة تسلمه وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان. كما كرم رئيس مجلس القيادة الرئاسية القائد الأعلى للقوات المسلحة جرح الواجب من منتسبي القوات المسلحة والمقاومة الشعبية وكافة التشكيلات العسكرية، وأكد جرح الواجب من منتسبي وزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية بمنح مسام جرح الحرب. وجاء التكريم للشهداء والجرحى الأبطال بالأوسمة العسكرية والأمنية الرفيعة اعتزازا وعرفانا بتضحياتهم في معركة الشعب اليمني ضد المشروع الإمامي الغاشم والتنظيمات الإرهابية ودفاعهم المخلص عن النظام الجمهوري ومكتسباته، وتقديرا لعطائهم وتضحياتهم الجسيمة في التصدي للميليشيات الإنقلابية العميلة للنظام الإيراني. وبعد ترقيتهم إلى رتبة الفريق قلد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية القائد الأعلى للقوات المسلحة أوسمة 26 من سبتمبر من الدرجة الأولى للقادة العسكريين والأمنيين المناضلين الفريق الركن محمود أحمد سالم الصبيحي والفريق ناصر منصور هادي تسلمه بالنيابة عنه نجله سند والفريق فيصل محمد رجب، وذلك اعتزازا وعرفانا بدورهم البطولي في معركة الشعب اليمني ضد المشروع الإمامي الغاشم وقوى الظلام والإرهاب ودفاعهم المخلص عن النظام الجمهوري ومكتسباته، وتقديرا لعطائهم وإسهاماتهم الجليلة من أجل بناء وتطوير المؤسستين العسكرية والأمنية وتعزيز دورهما في حماية البلاد ومصالح شعبها وأمنها وأمنه القومي. كما كرم رئيس مجلس القيادة الرئاسية المناضل السياسي المغيب في سجون الميليشيات الحوثية الإرهابية محمد قحطان بحسام 26 من سبتمبر الدرجة الأولى تسلمه بالنيابة عنه نجله عبد الرحمن، وذلك اعتزازا وعرفانا بدور المناضل قحطان في معركة الشعب اليمني ضد المشروع الإمامي الغاشم ودفاعه المخلص عن النظام الجمهوري ومكتسباته، وتقديرا لعطائه وإساماته الجليلة في تعزيز دور الحركة الوطنية وقواها السياسية ونضالها السلمي من أجل بناء الدولة الديمقراطية العادلة.